بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الحادي عشر لمادة تاريخ الأردن. محدثكم ومعلم المادة الدكتور النيزل القيام، وأنا مدرس لمادة تاريخ الأردن للصف الحادي عشر والصف الثاني عشر، ومدرس لمادة التربية الإسلامية للصف الحادي عشر والثاني عشر، ومادة اللغة العربية للصف الحادي عشر والثاني عشر. سأكون معكم طلابي خلال هذا العام بإذن الله عز وجل. نلتقي لنتحدث عن مادة من مواد تاريخنا، تاريخ الأردن، ألا وهي مادة تاريخ الأردن للصف الحادي عشر. وفي هذه المادة طلابي سنتناول أبرز ما مر على الأردن من أحداث تاريخية. في البداية سيكون لنا حديث عن أبرز ما مر على الأردن من أحداث تاريخية وما قام على هذه الأرض من حضارات وما تعاقب عليها من دول وممالك منذ العصور الحجرية القديمة إلى العصر الحالي. وعندما أقول إلى العصر الحالي إنما أقول عصر الهاشميون. في هذا الحديث طلابي سنستكمل بالحديث عن تطور الأردن وما طرأ عليه من تطور ونهضة في كافة مجالاته. وعندما نقول في كافة مجالاته، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الثقافية وغيرها، نقول بأن كان للهاشميين من دور محوري في تاريخ الأردن وإحداث نقلة نوعية في مسيرته الإنسانية والحضارية والتنموية، وذلك بهدف إثراء ثقافة الطالب عن وطنه وعن أردنه العزيز بما يعزز من انتمائه لوطنه وولائه لقيادته الهاشمية. طلابي، الكتاب ركز على توظيف المعارف والمهارات لديكم، بمعنى أن الكتاب في البداية يعزز مفهوم الولاء والهوية، يعمل على تنمية المهارات التفكير لدى الطالب باستخدام أسلوب حل المشكلات والتفكير الناقد، وذلك من أجل إعدادهم للحياة. أيضا نقول طلابي بأن الكتاب جاء مقسم على 7 وحدات. في الوحدة الأولى يتناول أثر العصور الحجرية القديمة وأهم المماليك والحضارات التي قامت على الأردن. بعد ذلك ينتقل للحديث عن فترة صدر الإسلام في العصر الراشدي والعصر الأموي، وبعد ذلك ينتقل للحديث عن الأردن في ظل المماليك وفي ظل الحكم العثماني، بعد ذلك ينتقل ليتناول الثورة العربية الكبرى وما فيها من إنجازات ومبادئ ومفهوم للثورة العربية الكبرى. أيضا ينتقل للحديث عن إمارة شرق الأردن من حيث التأسيس ونظام الحكم والإدارة وفئات ومظاهر الحياة الاقتصادية فيها، علما بأن هذه المادة الموضوعة بين يديك تتحدث عن جوانب كثيرة كما قلنا طالب العزيز، سواء من العصر الحجري للأردن انتهاء إلى الجوانب بالوحدة السابعة، الجوانب الحضارية في عهد إمارة الأردن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية، وما هو دور الهاشميون في بناء الأردن الحديث منذ بداية تأسيس إمارة شرق الأردن، وعن الدور الكبير الذي قام به الهاشميون. نقول طلابي، الوطن هو ليس اسم وليس فقط شيء مكتوب على الهوية، وإنما هو تاريخ وثقافة يجسد
بداخلنا من خلال تصرفاتنا ومن خلال تعاملنا مع الوطن ومن خلال حبنا وانتمائنا لوطننا وقيادتنا الهاشمية. هذا طلابي مجمل الحديث عن مادة تاريخ الأردن، وإن كان بشكل عام للحديث عن المحاور الأساسية لمادة تاريخ الأردن، سأكون معكم بإذن الله خلال هذا العام الدراسي، متمنيا لكم مزيدا من التقدم والازدهار، وأسأل الله أن يحفظكم جميعا ويحفظ الأردن وطنا وقيادة وشعبا. شكرا لكم طلاب الأعزاء.